أستاذ دكتور شريف حماد، وزير البحث العلمي والتكنولوجيا جمهورية مصر العربية. أستاذ دكتور الأحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر المملكة المغربية. سعادة السفير محمد سعد العالمي، سفير المملكة المغربية في جمهورية مصر العربية. أستاذ دكتور حسن سهبي، رئيس وفد المملكة المغربية ورئيس جامعة مولاي إسماعيل بمكناس. أستاذ دكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي جمهورية مصر العربية. أستاذ دكتور أشرف شعلان، رئيس المركز القومي للبحوث جمهورية مصر العربية. السادة الحضور، تحية طيبة يا بعض. يتشرف المركز القومي للبحوث باستضافة فعاليات ورشة العمل المصرية المغربية الخامسة، وذلك في إطار التعاون العلمي القائم مع المملكة المغربية منذ سنة 1999 ميلادية، من خلال بروتوكول التعاون العلمي والتكنولوجي في العديد من المجالات. وقد سبق هذا الحدث العلمي سلسلة من ورش العمل التي أقيمت في مصر والمغرب. كلمة أستاذ دكتور أشرف شعلان، رئيس المركز القومي للبحوث جمهورية مصر العربية. أتشرف بوجودي مع حضراتكم النهاردة وأن أشهد هذا الحدث في جناح المركز القومي للبحوث، الجناح المصري القوي صاحب الخبرة العلمية فقط 60 عام. وسعادتي بتتأكد لأن هذه الورشة بدأ الإعداد إليها منذ فترة طويلة صراحة، وتعطل تنفيذها لأسباب مختلفة، ولكن كنت أنا رئيس الوفد المصري أو الجانب المصري من اللجنة المشتركة بين مصر والمغرب وقت أن اقترحت هذه اللجنة، وكنا في المغرب وكان هناك احتياج شديد وما زاد لأن يتم بحث علمي مشترك في مجال الطاقة، وهي أحد المجالات التي يحتاجها البلدين ويحتاجها الوطن العربي كله في توفير طاقة رخيصة وطاقة نظيفة وطاقة متجددة لا تعتمد على المصادر التقليدية. فبرحب بجميع الضيوف، برحب أساتذتنا من المملكة المغربية الشقيقة، وأتمنى أن يكون هناك يوم علمي مثمر وينتج عنه اتفاقات علمية في مجال الطاقة تعود بالخير والنماء على بلدينا بإذن الله، وشكرا جزيلا. شكرا أستاذ دكتور أشرف شعلان. كلمة أستاذ دكتور حسن سعدي، رئيس وفد المملكة المغربية ورئيس جامعة مولاي إسماعيل بمكناس. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. معالي الوزير الأستاذ الدكتور شريف حماد، وزير العلوم، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بجمهورية مصر العربية الشقيقة. معالي الوزير الأستاذ الدكتور الأحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بالمملكة المغربية. سيد سفير المملكة المغربية بمصر الشقيقة السيد أشرف شعلان الدكتور، مدير المركز القومي للبحوث السيد إدريس أبو تجدين، مدير المركز الوطني للبحث العلمي بالمملكة المغربية السيد أبو صلاح محمد، الكاتب العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بالمغرب السيد نائب رئيس جامعة المولى نائب رئيس جامعة مولى إسماعيل، السادة الأساتذة المصريين والمغاربة، السادة أعضاء اللجنة الفنية المغربية المصرية المشتركة للتعاون في مجال البحث العلمي بمصر والمغرب، السادة الأساتذة والزملاء في كل البلدين، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم
ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، يشرفني أن أحضر اليوم في الاجتماع السادس للجنة الفنية المغربية المصرية المشتركة للتعاون في مجال البحث العلمي تحت إشراف معالي وزيري التعليم العالي بكل من البلدين الشقيقين مصر والمغرب، وأوجه شكرا خاصا للأشقاء المصريين أولا على حسن الاستقبال والترحيب بنا في بلدنا الثاني والعزيز على جميع المغاربة جمهورية مصر العربية، وثانيا على حسن كرمهم. أيها الحضور الكريم، إننا نجتمع اليوم في إطار اللجنة الفنية المغربية المصرية المشتركة في مجال البحث العلمي، هذا التعاون الذي يناهز السنة 15 من عمره بعد التوقيع على بروتوكول التعاون الأول سنة 1999. فمنذ لقاء اللجنة الفنية المغربية المصرية الأول الملتئم بالقاهرة يوم 6 فبراير 2005، وهي تضع الآليات الكفيلة بتطوير طرق اشتغالها وتسوغ الترسانة التنظيمية التي من شأنها ضبط علاقة التعاون وضمان جودة في الابتكار والإنتاج البحث المشترك. وقد شكل وضع البرنامج التنفيذي الأول لبروتوكول التعاون المحرر في مراكش في شهر مايو 2006، والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من 15 يناير 2007، القاعدة الأساس وإشارة الانطلاقة لعمل هذه اللجنة وفق خارطة طريق بينة المعالم. ومنذ أن توليت رئاسة جامعة مولاي إسماعيل بمكناس، وضع بين يدي ملف التعاون العلمي من طرف قسم العلاقات الدولية، وكم كانت مفاجأتي كبيرة وسارة لعدد الأنشطة والتبادلات التي تمت في إطار هذا التعاون العلمي والتكنولوجي المتميز بين جامعات ومعاهد بلدينا الشقيقين. لقد بلغ عدد الاجتماعات اللجنة منذ إنشائها وحتى تاريخ 14 أبريل 2014 موعد آخر اجتماعها بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس 9 اجتماعات، وتعد هذه الوتيرة مؤشرا قويا على متانة علاقة التعاون والشراكة بين مؤسسات البلدين في مجال البحث العلمي والابتكار من جهة، وعلى نجاعة وفعالية برامج اللجنة من جهة أخرى. وقد تكرس هذا النهج من خلال تنظيم ورشات في القضايا ذات الأولويات وذات الاهتمام المشترك، واليوم هو ورشة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة على غرار ورشات سابقة شملت مجالات الصرف الصحي، معالجة المياه العادمة، التكنولوجيا الحيوية تطبيقاتها في مجال الزراعة وضمان الجودة والاعتماد في البحث العلمي. وحرصا على استمرارية التعاون المثمر بين البلدين، فقد قررت اللجنة المشتركة في اجتماعها الخامس بمكناس بالمغرب مد العمل بهذا البرنامج التنفيذي حتى نهاية سنة 2017، واتفق الطرفان على إضافة مجالات ذات أولوية للجانبين ليتم اقتراح وتنفيذ مشاريع بحثية في نطاق هذه المجالات، وهي علوم الطيران، الصحة، الموارد الطبيعية في ذلك الماء والطاقة، اللوجستيك والنقل الحضري، الطاقة وترشيد استخدامها، التغيرات المناخية والدراسات المستقبلية. أتمنى أن تكلل جهود هذا اللقاء اليوم بالنجاح، وأن تثمر ما يعود بالنفع والرقي على البلدين الشقيقين، وأن تستثمر روح التعاون بيننا جميعا، وأن تتسع لتشمل مجالات ومستويات أرحب. وفي الختام، لا يسعني إلا أن أشكر القائمين على الإعداد لهذا اللقاء تنسيقا وتنظيما، وخاصة مصالح التعاون والعلاقة الدولية بكل من البلدين الشقيقين، وأغتنم هذه الفرصة لأبدي استعداد جميع جامعتنا الدائم والمتجدد للتعاون الإسهام بخبراتنا وإمكاناتنا في الرقي بهذه الشراكة وإعطائها المكان التي لا تليق بها. وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في عقد الكنان لأعبر مرة أخرى
عن مشاعر المحبة والمودة التي يكنها كل المغرب ملكا وحكومة وشعبا لهذا البلد الكريم ولشعبه الطيب. ولأؤكد إرادتنا القوية في السير بعلاقاتنا الأخوية وعلاقات تعاوننا إلى مراحل أوسع وأشمل وأرقى. وأعتبر أن الميدان الذي تشتغلون في إطاره وهو ميدان التعاون في مجال البحث العلمي هو ميدان في غاية الأهمية، فما أحوجنا إلى أن تتكاثف جهودنا جميعا لنعمل على صعيد واحد على تطوير البحث العلمي في بلداننا بما يحقق المنفعة الشاملة لشعبينا وللأمة العربية جمعاء. إذن فشكرا لكم على تنظيمكم لهذه الندوة الجديدة، وهي تدخل اليوم دورتها السادسة، بما يؤكد أنها أن اللقاءات أصبحت حميمية وأن التعارف فيما بين العلماء في البلدين أصبح قويا، وأن الندوة في حد ذاتها أصبحت منتظمة وبالتالي مستمرة، فمزيد من التقدم، مزيد من التوفيق، مزيد من النجاح. وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله. قبل أن نكون بلدين يتعاونان على مستوى البحث العلمي، فنحن شعوب تربطنا الأخوية الأخوة والعروبة، وتربطنا تقاليد، ويربطنا تاريخ، ويربطنا مصير واحد، أقول مصير واحد. ومعالي السفير لم يحضر كلمته، لو حضرها ماذا سيمكن أن يقول أكثر مما قاله؟ لقد ناب عنا كوزيرين لتذكير بالعلاقة الأخوية بين مصر والمغرب، دولتان لهما تاريخ عريق في كل المجالات، ولكن تاريخ شيء والواقع شيء آخر. السيد رئيس الجامعة تكلم عن 9 لقاءات، وأنا معروف ليست لدي لغة الخشب، اللغات كلها جيدة إلا لغة الخشب. 9 لقاءات، ما هي مخرجات هذه اللقاءات؟ لأن العبرة ليس بالعدد اللقاءات، العبرة هي بالمخرجات، هي بالنتائج. لأن تعودنا أن نلتقي، أن نتكلم، أن نأكل وأن نشرب، ولكن لم نتعود على تقييم ما أنجزناه. جاء وقت فعلا لتقييم هذه المرحلة، ولننطلق في مرحلة جديدة، مرحلة العطاء، مرحلة البحث العلمي في مجالات مختلفة، سواء كان بحث علمي نظري، ولكن نريد مزيد 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 من البحث التطبيقي. 20% من النظري، 80% في البحث العلمي، إذا أردنا فعلا أن تجيد شعوبنا
مخرجات الجامعة في السوق، في السوق العلمي، ولكن كذلك مباشرة بمفهوم السوق في المارك، في الماركت. ما هي مخرجات الجامعات حتى الجامعات العربية؟ هذه إشكالية لا بد أن نطرحها على أنفسنا إذا أردنا فعلا أن ننطلق من جديد في العالم العربي. تعرفونها جميعا، ولكن من باب أذكر، الجامعة العربية، الوحدة العربية في الربعينات، أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، الفرنسي لا يكن حبا للألماني، الألماني لا يكن حبا للفرنسي، ورغم ذلك مصلحة البلدان فرضت الوحدة، فرضت التشارك في كل المجالات، لأن الوعي لدى الغرب وعي بأن الدول أصبحت صغيرة كما قال دانيال بيل. Nation state is becoming small for the great problem and great for the small. كل دولة صغيرة كيفما كانت، فرنسا دولة صغيرة، ألمانيا دولة صغيرة، وإحنا نعتبر أنفسنا كل دولة كبيرة. هذه إشكاليتنا. لابد أن نقول أن كل الدول العربية ليست فيها ولا واحدة كبيرة، كبيرة في الحجم، كبيرة عدد السكان، ولكن بالنسبة للصين، وهناك نكتة في المغرب أن مسؤول مغربي طلع على الصين في أيام ماو تسي تونغ استناد، قالوا كم أنتم في المغرب؟ قالوا 8 ملايين. في أي زنقة تسكنون؟ هذه الإشكالية. إشكاليتنا لابد أن نعي أن قدراتنا متواضعة، وأن الوحدة هي السبيل الوحيد إذا أردنا فعلا أن نتموقع في هذه العولمة، وإلا سنتموقع في العولمة بالخطابات. والحمد لله في هذا الصباح في لقاء مع معالي الوزير هناك براغماتيكا. ما هي المجالات؟ ولو انطلقنا من مجال واحد، ولكن أن نضبط البحث العلمي ومخرجات البحث العلمي وتتميم البحث العلمي، لأن البحث شيء وتتميم البحث العلمي شيء آخر، وينقصنا هذا الجانب في تتميم البحث العلمي. الآخر له مؤسسات وله إطار قانوني لتتميم البحث العلمي. الآن مصر والمغرب، والفكرة جاءت من معالي الوزير، لماذا لا نشارك الأردن وتونس كدول أربعة؟ ممكن أن تكون هناك نواة لبحث علمي قوي، وبعد ذلك ممكن أن تأتي دول أخرى، وكذلك أن نذهب موحدين على مستوى H2020. إذن في الوحدة قوة، ولكن نتكلم، الكل يعرف أنه في الوحدة قوة، ولكن ماذا نفعل لنسير في هذا الاتجاه؟ إذن إشكاليتنا هنا، والدول العربية مواردها المالية ضخمة، طاقاتها البشرية ضخمة، ولكن سياساتها، أنتم بلا ما نكمل الجملة دون أن تتمم الجملة، التفرقة هي الأساس. حقيقة إحنا النهاردة إحنا بنتكلم في ندوة عن الطاقة الجديدة والمتجددة. الموضوع اللي بركز عليه إنه يهم الدولتين، ومش الموضوع ده بس، حقيقة مواضيع أخرى كثيرة، ولكن إحنا اخترنا ندوة واحدة فقط. ده معناه إن إحنا عندنا أهداف بحثية مشتركة، وعندنا مجالات ومشاكل وهموم لمجتمعنا عايزين البحث العلمي يخرج بحلول ليها على الأرض، وهو ده الهدف اللي احنا عايزين نوصل إليه من الأبحاث التطبيقية اللي احنا بنقوم بيها مع بعض. حقيقة فكرة التعاون البحثي ما بين المملكة المغربية ومصر، الفكرة دي بتؤدي إلى تقدم الدولتين في البحث العلمي بشكل سريع
وشكل اقتصادي. بمعنى لو أنا محتاج أشوف مخرجات بحثية في المملكة المغربية اتعملت إزاي، ما أعملش البحث ده تاني هنا هوت، أنا أبني عليه. والعكس صحيح. علشان كده ظهرت الفكرة في إن إحنا رقم واحد إن إحنا ندعم هذا التعاون بشكل مادي أقوى، إن إحنا نستخدم آليات أكثر فعالية حتى لا تكون اللقاءات هي لقاءات لا تؤدي إلى تسويق الأبحاث ووضعها على الأرض. عايزين آليات إن شاء الله بإذن الله. إحنا تقدمنا سوياً وإيدينا في إيدين بعض، تقدمنا في خلال السنين السابقة تقدم كبير جداً. هنستخدم الآليات الجديدة إن شاء الله بإذن الله في عقد المشاريع واللقاءات المستمرة لمتابعة مخرجات البحوث اللي بتجرى مع بعض. حقيقة مش كده وبس، أنا حقيقة بمنتهى الصدر المفتوح بقول للإخوة أساتذتي المغاربة اللي بيشرفونا في مصر النهاردة، إحنا أبحاث اللي قمنا بيها في السنين اللي فاتت سواء كان تحت الإطار التعاوني أو غير تحت الإطار التعاوني، كل الأبحاث دهيت ومخرجاتها تحت أمر كل الباحثين المغربيين وعلى استعداد المشاركة بجميع مخرجاتها سويا وإيدينا في إيدين بعض علشان نوصل لي بنقول عليه المستوى الثاني من التعاون. حقيقة تعاون مادي أقوى، تعاون على المستوى الإقليمي يتعدى حدود الدولتين. نتمنى إن شاء الله بدون التسمية إن شاء الله سنعمل سويا إن الدولتين يصبحوا ثلاث وأربع دول إن شاء الله بإذن الله. نواة لتعاون علمي بروجراماتي بأهداف محددة بمشاريع محددة في زمن معين بمتابعة على أعلى مستوى من كافة القيادات العلمية في الدول اللي بإذن الله هتبقى محل التعاون دوت. أنا بتمنى لجميع أساتذتي المغربيين وأساتذتي المصريين لندوة مثمرة إن شاء الله بإذن الله، وبعون الله هنعرف كلنا في الغد القريب إيه هي الآليات اللي إحنا بنتفق عليها، وإن شاء الله بإذن الله التعاون الأقوى دهوت المستوى الثاني من التعاون سيكون إن شاء الله بإذن الله على مائدة التعاون ما بين الدولتين، ما بين رئيس جمهورية مصر العربية وجلالة ملك المملكة المغربية إن شاء الله. أتمنى ليكم بإذن الله كل التعاون وكل الثمار القريبة إن شاء الله من هذه الندوة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.